بعثرتهم الحرب في بلادهم إلى أن عثروا على بعضهم هنا في هذه البقعة الصغيرة على الحدود اللبنانية السورية. كانوا جيرانا في مدينة حلب وفروا بحياتهم لتجمعهم مأساة يعيشها مئات الآلاف مثلهم. هذه الخيام المتواضعة أقيمت بمساعدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي زودت المكان بالإمدادات الصحية اللازمة، ولكن فيما عدا ذلك فإن المساعدات تكاد تكون معدومة. هؤلاء الأطفال محرومون من الدراسة ويعيشون في عزلة بعيدا عن التجمعات السكنية اللبنانية. بعض الأهالي هنا غير قادرين على إعالة أبنائهم، كهذه الأم التي أصيبت باختلاج عندما سقطت قذيفة في باحة منزلها في سوريا ما أدى إلى شلل في نصفها الأيسر. لا توجد خدمات طبية لعلاجها، لكنها تقول إن هذه الحياة هي أفضل من الرعب الذي عاشته في سوريا. أنا بدي أصل دكتور معقدر، بسمح لي دكتور أرحم معقدر. دكتور هذا دكتور اختلاج الحياة بلبنان، بده 70,000 لبناني، ما في ماديات. يلا أول بول ما عندي ماديات خالص. راح طلع هي كثر ماني حاس عاد على برطمي، كثر ما خطوم فقد الوعي. هذا برطمي ألف كله مستوي، صار له شيء 4-5 أيام ما أقدر خاص أقوم. شفتي أطلع هي شوية أتمشى أول ما أدا على شتوني. ألها مع أم حسن. هذا المخيم الصغير هو واحد من مئات تنتشر في سهل البقاع اللبناني والتي يزداد عدد سكانها كل يوم وبشكل لا تقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على استيعابه. بدأنا ننصح الحكومة بإنشاء مراكز إيواء بكذا منطقة بلبنان، لأنه ما بقى في إمكانية كبيرة للاستيعاب. في غياب المساعدات يعتمد اللاجئون على أنفسهم لتسيير أمورهم. في هذه الحقول يعمل اللاجئون لكسب قوتهم، فالمخيمات التي يسكنون فيها أقيمت على أراض خاصة وهم ملزمون بدفع الإيجار لكي لا يطردهم المالكون منها. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول إنه لا يمكنها أن تدفع إيجار تلك الأراضي، لأن ذلك يحيل المساكن المؤقتة إلى مخيمات رسمية، وهو أمر غير وارد حتى الآن في الدولة اللبنانية. قضية المخيمات هي حساسة للغاية في لبنان بسبب تجربته مع المخيمات الفلسطينية والتي يقدر عدد اللاجئين فيها بنصف مليون نسمة. المعارضون للفكرة يخشون أن تتحول المخيمات إلى أماكن حاضنة لمسلحين قد يؤدون دورا في تأجيج أي صراع داخلي. الفلسطينيون هنا ممنوعون من التجنس أيضا كي لا يرجحوا كفة طائفة على أخرى في بلد بالكاد يعيش توازنا طائفيا هشا. وذات الحجة يمكن قياسها على اللاجئين السوريين، لكن بعض الوزراء في الحكومة الحالية يعتبرون هذه الحجج عنصرية وإنكارا لوضع قائم لا مفر منه. من الناحية الأمنية قناعتي الخاصة المخيمات هي الأقل مخاطر على البلد، المخاطر الأمنية على البلد أقل بكثير في حال أنشئت مخيمات، لأنه بدل ما أن يكون النازحين اليوم موزعين في حوالي 2000 مكان في لبنان مع ما يعنيه ذلك من جهد أمني إضافي وعدم قدرة لشمس الدولة اللبنانية أن تسطع في آن واحد، ممكن حصر هذا الأمر في مخيم يتم إيكال مهمة الأمن فيها للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية. لذلك بالنسبة إلي الحجة الأمنية حجة ساقطة. ومع أن السياسيين اللبنانيين يؤثرون عدم الخوض في قضية المخيمات، إلا أن استمرار تدفق النازحين وغياب بوادر حل للأزمة قد يفتح الباب لنقاشها قريبا. ديما حمدان، BBC، من سهل البقاع.